النهارده يا حبايبي بنتكلم على المثلث. المثلث زي ما اتعلمنا قبل كده وعرفنا ان هو عباره عن ثلاث اضلاع، ثلاث زوايا وثلاث رؤوس. المعلومه اللي تهمنا النهارده واللي المفروض ما ننساهاش ابدا هي ان مجموع قياسات زوايا اي مثلث 180 درجه. يعني معنى الكلام ده ان لما نيجي نجمع قياس زاويه س مع ص مع عين لازم في الاخير المجموع كله يطلع 180 درجه. يبقى زاويه س وص وعين مجموعهم 180 درجه. يعني عندك مثلا مثال صفحه 106 اللي هو تحقق الفهم العملي بيقول لك مثلث ا ب ج فيه زاويه ا 25 درجه مديلك قياس، وطبعا ق يعني قياس يا شباب، قياس زاوية الألف 25 درجة، مديلك كمان قياس زاوية جيم 108 درجة، والمطلوب منك إيجاد قياس زاوية ب، هو ده اللي مطلوب منك. معنى المثلث يبقى على طول يا حبيبي بنحط القانون بتاعنا، بنقول له إن مجموع زواياهم الثلاثة اللي هو الألف زائد الباء زائد الجيم المفروض في الأخير كله يطلع 180 درجة. طيب هو دلوقتي اعطاني زاويتين وعايز مني التكامل. اداني زاويه الف 25 درجه، اداني زاويه ب مجهوله بالنسبه لنا، بعد كده زاويه ج مديها لنا 108، المفترض ان الكلام ده كله يطلع 180 درجه. 25 و108 طبعا نفس النوعيه ينفع ينجمعوا، 25 زائد 108 يبقى 133 درجه، زائد ب اللي انا محتاجها، الكلام ده كله 130. كحل معادلات اتعلمتوه معانا قبل كده وعرفت ان ال 133 لو انا هنا اضفت سالب 133 للطرفين بالحسب يبقى زاويه ب عندنا تطلع 47 درجه. عايزك تتاكد في كل مره، تاكد هل انت صح ولا غلط. اتاكد ازاي يعني يا استاذ؟ هل انا لو جمعت الثلاث زوايا يطلعوا 180 ولا لا؟ لو طلعوا 180 يبقى اذا انت كده صح. بعد كده هنبني نفسنا على ما يسمى بتصنيف المثلث. المثلث بيتصنف على حاجتين يا حبيبي، اما بالنسبه لزواياه او بالنسبه لاضلاعه. يبقى دايما تاخد بالك وتبقى فاهم لما تيجي تصنف مثلث فانت بتصنفه حاجه مثلا، يا اما للزوايا يا اما للاضلاع. طيب بالنسبه للزوايا، ايه تصنيف المثلث بالنسبه للزوايا؟ وايه تصنيف المثلث بالنسبه للاضلاع؟ تعال نشوف مع بعض. زي ما موجود عندك في صفحه 107 هتلاقي الجدول الموجود. بالنسبه للزوايا ممكن يبقى حاد الزوايا، خلي بالك من النقطه اللي انا بقوله، الزوايا اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم ثلاث زوايا. حاد الزوايا، وممكن يبقى قائم الزاوية، يعني معنى كده ما في مثلث قائم إلا وزاوية واحدة فقط. لا يمكن مثلث يجمع زاويتين ب 90 درجة، لأن المفترض إن المجموع في الأخير 180. أو منفرج الزاوية، يبقى إذا في فرق في النقط. كحاد الزوايا يعني الثلاث زوايا حاده. الزاويه الحاده اقل من كام؟ اقل من 90، اكبر من صفر واقل من 90. قائم الزاويه يعني في زاويه واحده بس قائمه اللي هي 90 درجه. منفرج الزاويه يعني زاويته اكبر من 90 واقل من 180. ده تصنيف المثلث بالنسبه للزوايا. طب بالنسبه لاضلاعه؟ تصنيف المثلث بالنسبه للاضلاع اما ان يكون متطابق الأضلاع، وكلمة متطابق الأضلاع حبايبي يعني الثلاث أضلاع زي بعض، وممكن يكون متطابق الضلعين، يعني معنى كده إن في ضلعين بس هما اللي بيساووا بعض، وممكن يكون مختلف الأضلاع، مختلف الأضلاع. يبقى إحنا دلوقتي عندنا التصنيف للمثلث حسب زواياه وحسب أضلاعه. في صفحة 108
هي بيقول لك صنف المثلث من حيث زواياه او من حيث اضلاعه، وممكن نصنفه من حيث الزوايا والاضلاع. طب تعال نشوف مع بعض التمارين بتقول ايه. في صفحه 108، في صفحه 108 في تحقق جايب لك هنا في الفقره ج والفقره د، وفي السؤال الثالث صنف المثلث المشار اليه في الصوره باستعمال الزوايا والاضلاع. لو خدنا بالنا من الشكل اللي عندك في صفحه 108، هنا بيقول لك المثلث اللي هو فوق البيت عباره عن مثلث، لما نيجي نصنفه يا حبايبي نجد ان في ضلعين متساويين، الشرطه هنا نعرف ان عامل لك شرطه هنا وشرطه هنا، يعني الضلعين دول بيساووا بعض. اذا ده متطابق الضلعين. طب بالنسبه للزوايا، شوف الزوايا اللي عندك، هتلاقي الثلاث زوايا اللي عندك كل زاويه فيهم زاويه حاده ولا في زاويه منفرده؟ لا، في زاويه منفرده اللي هي زاويه الراس منفرده، يبقى هذا المثلث يسمى منفرد الزاويه. عندنا كمان سؤال في صفحه 109، السؤال رقم 1، السؤال رقم 2 في صفحه 109. كله يفتح الكتاب صفحه 109 ويبدا يقول لي بالنسبة للسؤال رقم 1 أو بالقيمة س، هو أعطاك مثلث، أعطاك فيه هنا الزاوية 61 درجة، هنا س مجهولة بالنسبة لنا، هنا 75 درجة. يا ترى إزاي نجيب زاوية س يا ولاد؟ فكروا زاوية س، ترجعنا للمعلومة اللي قبل كده إن مجموع زوايا المثلث مظبوط 180، يعني نقدر نقول يا أستاذ أن س تساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هم 61 زائد 75. بطريقه حسابيه بسيطه سهله نجمع، وبعدين نطرح 180 ونجمع ادي 6 6 يبقى 136، نطرح 180 ناقص 136 تطلع الزاويه اللي انت عايزها، يعني 44 درجه، يبقى زاويه س كلها 44 درجه. ناخد بقى واجبنا الواجب بتاعنا عشان نعمله، ونبدا بعد كده نبدا نحله مع بعض. هيبقى صفحه 109، السؤال رقم 2، السؤال رقم 5، والسؤال رقم 6. نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه او الحصه الجايه، ونستكمل مع بعض. سلام عليكم.